السؤال ماذا كانت الأهداف الحقيقية للنهضة الحسينية؟ هل كانت الحقوق العامة أم الحقوق الخاصة لأهل البيت؟ الإمام الحسين سلام الله عليه قام لنفس الأسباب التي من أجلها قام جميع الأنبياء، مع قطع النظر عن الأشخاص، يعني عيسى بن مريم إلى ماذا كان يدعو، موسى بن عمران، إبراهيم الخليل، نوح، آدم، نبينا، إلى ماذا كانوا يدعون؟ نفس الشيء الإمام الحسين كان يدعو إليه. فالأنبياء من دعوا وانتصروا، وفيهم من دعوا وقتلوا. يحيى بن زكريا قتل، شنو كان هدفه؟ أهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، رأس يحيى بن زكريا اللي بالإنجليزي يسموه جون، وفي صورة أيضا شفتها في متحف لوفر في فرنسا، هناك تعتبر لوحة غالية، رأس يحيى بن زكريا في طش تقدم إلى السلطان والملك اللي كان موجود. بغي من بغايا بني إسرائيل أراد أن يتزوج من حرام، منعه يحيى فذبح يحيى، والإمام الحسين أيضا استشهد بذلك، قال أليس من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ شنو كان هدف يحيى؟ كان هدف الحسين. شنو كان هدف زكريا، موسى، عيسى، إبراهيم، نوح؟ كانت هذه أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه.